طيب اختم معك بهذا السؤال يا ابو مشاعل، ايش رايك في اللي صار في الاهلي؟ للأمانة يعني صدمة كبيرة. أي مشجع أهلاوي أخوي حازم الحين وقت ما يصرح ويتذكر هبوط فريده غصة جي، حاجة مؤلمة جدا. ما كنا نتمنى أنه الأهلي يوصل لهذا المكان. للأمانة الأهلي تعرض لأكبر تخبطات كان خلفها موسى المحياني. هذا الرجل يعني كان من المفترض انه الاستاذ انه ماجد النفيعي يتخلى عن موسى، يتخلى عن هاسي فتره من الفترات، لكن هذه الاداره ساعدت في هبوط الفريق تتحمل هذا العار. نتمنى انه قرار زياده الانديه ياتي في الفتره المقبله. الكره السعوديه تحتاج النادي الاهلي مباريات كبيره، كلاسيكيات، ديربيات كانت كنا نشاهدها متواجد فيها الاهلي قد نفتقدها هذا الموسم. انت تخيل اخوي حازم، انت متى متخيل ان الموسم هذا يبدا؟ ما في ديربي اتحاد اهلي، ما في اهلي هلال، اهلي نصر، الكلاسيكيات القمم الجميله هذه اللي تتابعها في نهايه الاسبوع، تتابعها بعض الاحيان بدايه الاسبوع، خروج مغلوب، بطوله كاس ملك، فيها الاهلي طرف، في فريق ثاني كبير طرف. هذه مباريات كانت يا اخي لها طعم خاص جدا، هذه كلها ما حنشوفها. للامانه 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 يعني للامانه الصبر على هاسي الى الجوله 23 هذه اكبر جريمه ارتكبت في تاريخ النادي الاهلي. صانع المحتوى الرياضي حسن عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. هذا كل ما لدي، ولا نعود من جديد لتغريده عبد العزيز.